ربك كما قال ويليام جيمس قد يغفر لك، لكن أعصابك لا تفعل هذا دائما. صحيح؟ الغضب والإنفعال والنكد والتنغيص والتحسر، ويا ريت وليش وما ليش. كورتيزول، ستريس، ضغط، ارتفاع ضغط الدم، تصلب شرايين ربما، تخيل، أمراض وعائية، فضلا عن تراجع الذاكرة، وممكن تقودك إلى انهيار عصبي. ليش دمرت حالك؟ عشان إيش؟ ما بيستاهل، ما في شيء بيستاهل، انتبه.